السلام عليكم، شنو فوائد خل التفاح؟ طبعا فوائده لا تحصى، راح نذكر بعضهم. خل التفاح يساعد في خفض مستوى السكر في الدم، وايضا يساعد في علاج مرض السكر من النوع الثاني، ايضا يساعد على فقدان الوزن، ويعالج السعال والتهاب الحلق، يعزز مناعة الجسم، يمكن ان يقلل الغازات والانتفاخ، يحسن صحة الجلد، يمكن ان يساعد في قتل البكتيريا الضارة، ايضا يعالج الارهاق، وفعال في تبييض الاسنان. يفضل تناول خل التفاح ملعقة كوب قبل كل وجبة، يعني 3 مرات باليوم مو اكثر. الان يتوفر خل التفاح في عطارية وأعشاب الشمري. خل تفاح سيد حسين الطبيعي 100%، الكمية محدودة. يوجد توصيل لكافة محافظات العراق. العنوان بابل المسيب الحامية.